أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات التابعة للداخلية الإيرانية تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية 4 ساعات وسط توقع بتجاوز نسبة الإقبال الأرقام المسجلة في الانتخابات الأخيرة. وينتهي التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بصورة متتالية في بعض الدول الغربية، علما بأن صناديق الاقتراع تم إغلاقها بداية في نيوزيلندا خلال الساعات الماضية. ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف وممثل المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي ووزير الداخلية الإيراني الأسبق مصطفى بور محمدي المحسوبون على التيار المحافظ، إضافة إلى المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان. ومتابعة للانتخابات الرئاسية في إيران ينضم إلينا من طهران عبر الهاتف مراسلنا أحمد سامي. أحمد، الآن بعد تمديد ساعات الاقتراع، هل لهذا علاقة بنسبة الإقبال أحمد؟ بالتأكيد هي كذلك، لأن بداية الصباح عندما فتحت صناديق الاقتراع عند الساعة 8 صباحا بتوقيت العاصمة الإيرانية والمحافظات الإيرانية الأخرى، فإن الإقبال يمكن أن يكون كان متوسطا لأن الأجواء حارة واليوم جمعة والعوائل تكون داخل منازلها، لكن بعد أن تنخفض درجات الحرارة عصرا فإن الناخب الإيراني يبدأ بالذهاب إلى داخل صناديق الاقتراع ليضع صوته فيها، لأنه وكما تعلمون فإن الجو عندما يكون عصرا أو عندما تنخفض درجات الحرارة فإن الناخب يأتي إلى المكان ليتبرع في طوابير طويلة، وارتفاع درجات الحرارة كان مؤشرا واضحا على انخفاض الإقبال على الانتخابات في أوقات معينة. لكن الآن نلاحظ بأن وزارة الداخلية الإيرانية عندما كانت المفروض بأن يغلق مراكز الاقتراع عند الساعة 6 عصرا لكنها مددتها حتى الساعة 8 وبعدها مددتها حتى الساعة 10 مساء ومن المتوقع أن تمدد حتى انتصاف الليل، لأنه كما جرت العادة في العديد من الانتخابات السابقة كانت تبقى حتى منتصف الليل. بعدها بعد أن يتم إغلاق الصناديق يبدأ هناك العد الأولي والنتائج الأولية التي كما جرت العادة يبدأ إظهارها عند الساعة 1 أو 2 ظهرا حسب المراقبين للكتل السياسية المشتركة في الانتخابات والمراقبين للمرشحين الذين مرشحين لمنصب الرئاسة. ويوم غد من المتوقع أن تظهر النتائج الأولية لكنها لن تكون النتائج الرسمية، إذا هو كما مجتمع في الانتخابات الإيرانية لأنه خلال 48 ساعة يبدأ الإعلان النتائج الرسمية. المراقبون هنا يعتقدون بأن حتى الآن الإقبال الكثيف والاندفاع نحو صناديق الاقتراع هو مؤشر على أن هناك نوع من التوازن بين كفتي المرشح محمد باقر قاليباف أو المرشحين إزاؤه جليلي وبزشكيان، لكن حتى الآن لا يمكن القول بأن هناك رقما محددا أو نسبة واضحة تقول بأن هذا تقدم أو ذاك تأخر. جميع هذه الأمور بانتظار أن يتم الإعلان عنها خلال منتصف هذه الليلة. طيب أحمد، ما الذي يمكن أن يميز هذه الانتخابات الرئاسية عن سابقتها من الانتخابات أحمد؟ أولا العجلة التي تمت بها، إذ أنها خلال أقل من حوالي 3 أسابيع أو 4 تم الإعلان لها وتم جعل نوع من الحملة الانتخابية كبيرة وتم تقديم أكثر من 80 مرشحا لهذا المنصب، لكن مجلس صيانة الدستور اختار 6 مرشحين، انسحب إسلام منهم وبقي 4. الذي يميز هذه الانتخابات تحديدا وجود شخصيات مخضرمة في السياسة الإيرانية، لا سيما نحن هنا نتحدث عن رئيس البرلمان الإيراني، نتحدث عن أمين المجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي، نتحدث عن شخصية وزير سابق في حكومة خاتمي ألا هو بزشكيان. جميع هذه الشخصيات وفي الظروف الراهنة تؤكد بأن هذه الانتخابات هي مرحلة مفصلية في السياسة الإيرانية، لا سيما أن هناك ملفات دولية، ملفات إقليمية، فضلا عن أن الخارطة التي يتحدث بها كلا المرشحين سواء الإصلاحيين أو المحافظين جميعها تؤكد على ضرورة الانفتاح إقليميا على الدول العربية والدول الخليجية تحديدا، ومن ثم التفكير بالخطوة إلى إعادة الاتفاق النووي أو الانفتاح غربيا. جميع هذه الأمور تؤشر بأن إيران تدخل مرحلة جديدة، لكنها الساعات القادمة هي ستحدد من سيكون حامل هذا اللواء ليدخل بإيران مرحلة ما بعد الرئيس رئيسي رحمه الله. أحمد سامي مراسلنا في طهران، شكرا جزيلا لك.